تترقب جماهير الرياضة المصرية انطلاق منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، خاصة وأن مصر نجحت في التأهل للأولمبياد بأكبر بعثة في تاريخ مشاركاتها الأولمبية، حيث وصل عدد الرياضيين المتأهلين من مصر حتى الآن إلى 144 لاعبا ولاعبة. وتشهد أولمبياد باريس عودة رفع الأثقال المصرية إلى المنافسات بعد حرمانها من المشاركة في طوكيو 2020، حيث تعد رفع الأثقال فرس الرهان الدائم والمرشح الأول لحصد ميداليات أولمبية للبعثة المصرية. ويمتلك منتخب مصر لرفع الأثقال سجلا حافلا من المشاركات والإنجازات الأولمبية برصيد 14 ميدالية، منها 5 ميداليات ذهبية. وبدأت مصر المشاركة في المحفل الأولمبي من دورة الألعاب الأولمبية السادسة التي أقيمت عام 1912 في مدينة ستوكهولم بالسويد. وكانت انطلاقة رفع الأثقال المصرية من أولمبياد أمستردام عام 1928 بذهبية الرباع السيد نصير في فئة الوزن الثقيل، بعدما تمكن من رفع 355 كيلوغرام، محققا رقما قياسيا جديدا في ذلك الوقت. وحقق أنور مصباح الميدالية الذهبية في أولمبياد برلين عام 1936 عندما استطاع رفع 342 كيلوغرام ونصف، محققا بذلك رقما قياسيا جديدا أيضا. واعتلى خضر التوني قائمة أعظم 50 رباعا والتي أصدرها الاتحاد الدولي لرفع الأثقال حتى أولمبياد 1996. ويعد إبراهيم شمس أحد أساطير رياضة رفع الأثقال المصرية وأحد جيل العمالقة، حيث شارك في أولمبياد برلين عام 1936 وأولمبياد لندن عام 1948، وحصل على الميدالية البرونزية في أولمبياد برلين قبل أن يحصل على الميدالية الذهبية في أولمبياد لندن عام 1948. تاريخ عظيم تملكه رفع الأثقال المصرية، والتي تخوض غمار منافسات أولمبياد باريس مع ماضي عريق وحاضر مشرق، حيث تأهل 5 لاعبين مصريين من منتخب رفع الأثقال لأولمبياد باريس، وهم كريم كحلة في منافسات وزن 89 كيلوغرام، وعبد الرحمن محمد في منافسات وزن فوق 102 كيلوغرام، والبطلة الأولمبية سارة سمير في منافسات وزن فوق 81 كيلوغرام صاحبة برونزية أولمبياد ريو دي جانيرو، ونعمة سعيد في منافسات وزن 71 كيلوغرام، وحليمة عبد العظيم في منافسات وزن فوق 81 كيلوغرام. وتعد رياضة رفع الأثقال المرشح الأول لرفع علم مصر في مدينة النور واستمرار الريادة لأوناش الفراعنة في تاريخ مصر الأولمبي.